الدار والدير ونبع الفوار والزنات عنا بعيم الليل جرار حب الشوق ما عاد لي بالغربة قعود شو مشتاق يروين بريق الفخار شباب ديرتنا يا كفر اللوز والمختار نلقاه بأيام العوز كل ما نعطش عالنبعه نشرب بالكوز بحلى أيامك يا ست وسيد الختيار الامروج هالخضرة وزهر الربوات والزيتون والقاد بظل الفيات والرعيان بالمرعى ترعى العنزات بين جبال ديرتنا نصيد الشنار لا ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر عليك يا أبو ناصر الله أكبر عليك طبعا طبعا بطلع له يتأخر بطلع له تعرف يا أبو العبد وحيات لحيتك إنه قاصد يتأخر عشان يربط مهان باب المجلس أي طول روحك يا أبو عطا طول روحك يا أبو الحلال يعني أنت غشيم على أبو ناصر طول عمرك يا زميبي قال هذه عادته ولا اشتراها يعني إذا كان هذا الأسبوع دوره بدي يذلنا هيك يتحكم فينا وحياة راس ذكرين كبير لما يجون دوري إلا أعمل نسخة احتياط إحنا يا دار النسناس بنبيتش أولادنا برا أنا سويت نسخة جديدة للباب لا يا أبو العبد لا الله يسامحك وتشامي على غش مدام معاك نسخة أصلية ليش ما بتكون مدام إحنا مقطوعين هان أي طول روحك يا أبو عطا طول روحك بدي ما خليتيش أكمل القصة مش سويت نسخة جديدة حطيتها في الجيبة وجيت في الليل عشان أشوفها في باب المجلس دور لطش على هالنسخة تبعت المفتاح إلا هي ضايعة ما شاء الله عنك يا أبو العبد العين تحرسك كأنك يا أبو زيد ما غزيت وبعدين يا أبو العبد وبعدين والله طفح الشيل أقول لك بدي أروح أروح وخلي هالمجلس ينهد على أبو ناصر أي طول روحك يا رجل بعيد الشر عنك وعن أبو ناصر عن الجميع أيوة أنت يعني روحك فمن خارك هيا جا هل القمر يعطيهم العافية المخاتير شو بشوفكم جايين بدري على المجلس اليوم تتمسخر يا أبو ناصر إلنا ثلاث ساعات مقطوعين هنستنى في حضر جنابك شو رأيك تيجي بعد العصر ولا أقول لك بعد المغرب شو يا بعطة شو يا حبيبي لما المفتاح بكى معاك بكيت يدوب تيجي على المجلس تفتحه هل كيت عشان المفتاح معاي بدك توقف لي على الدكرة يا دكر أنا اللي قاعد لك على الدكرة يا أبو ناصر ولا علشان المفتاح معاك تتحكم فينا يعني أي طول روحك يا بعطة طول روحك
بس بيني وبينك يا اخوي ابو ناصر، امانه الله معها حك بعطى تنحرك اعصابه. معها حك؟ شو يا ابو العبد؟ كنه معبي راسك علي ابو عطا انت الثاني. فوق ما انت غلطان بتتهم فينا اخرى. اقول لك خلي لك المجلس اشبع فيه، وانا بس اصير دوري بورجيك شو بعمل. شو يا ابو العبد؟ انت رايح معاي ولا ضل معاه؟ لا والله انا مع ابو عطا. يوم يجي مناوبتي واسلم مفتاح المجلس راح تربح لحالي وبورجيك يا ابو فجلة. امشي طريق السلامة. الله يسلمك. اللي بيطلع فيدك انت وياه. الله يرضى عليك يا خالتي، انا بعرف انه سلامة دايما معك. بدي تحكي معه وتعكله، خليه يبعد عني وعن بنتي. ليش يا خالتي؟ سلامي مسوى إشي جديد وأنا بعرف إيش فيه؟ يا ابن الحلال بضلوا لاحقنا وين ما رحنا، وما ظل حدا إلا وقلت له عنه، وأنا مش عارفة شو بدي أعمل معه، ما ظل بالإيد حيلة. ولو يا خالتي، أنت في مكان الوالدة، بس بتعرفي أنا دائما بقول لسلامي أتكربش على فاطمة ولا تكرب على أمها وحتى تطلعش على الدور، بس على الفاضي هذا لوح. بتعرفي وش أنت يعني؟ والله إنه لوح. ملك نجيم معقول سلامة بعمل كل اللي بعمله لحاله؟ ومين اللي مرة أعطاه الجيتار يجي يعزف تحت الشباك؟ والله يا خالتي نو سرقوا مني، يعني بتصدقين انا بعطي الجيتار لسلامي مشان يجي عندي؟ والله ما بسويها. على العموم ما تنساش اللي قلت لك عليه. حاضر خالتي. والله ماني قايم البركه من الله. شو يا ابو عطا تاخذنيش مشغول انا، كنت بدك تروح على اجتماع المجلس وبشوفك صرت راجع. هذا ابو ناصر زلمه ما انقعدش معاه، بفكر المجلس ملش اللي خلفه، دشرنا له اياه انا وبالعبد روحنا. بيني وبينك المجلس تبعك مبشنك، صار لكم سنين ما عملتوش ولا شيء، يعني لا انتوا احسن من اللي قبلكم ولا اللي بعديكم راح يبقوا احسن منكم. شو يا ابو الفوز؟ شاهمك صاير خبير استراتيجي بتحلل الامور على الليبرا. لا مش هيك، بس مالها المضافات، بكت تستقبل الناس وتحل مشاكلها وتتعامل معاها بمنتهى الاخلاق. اي علي جير انك يا مضافه الذكر بكى عليك قرارات اهم من المجلس التشريعي وقرارات. والله ما انت قليل يا ابو الفوز، هذا مخك مش بس طلع اقتصادي وداهي سياسي وانا مش عارف. استاذ استنى بدي ترشح للرئاسه، هذا حق تشريعي. ما اشطر منك الا ابو العطا، كيف بتخلوا له المجلس يستفرد فيه لحاله؟ فهمني اياها هاي. اتفتحش جرحاتي يا فريد، اتفتح صوتك علي. شو بدي اقول لك يا رجل، قعدنا باب هالمجلس لا من راح ولا من اجى، شو بدك نبوس على شواربه؟ ما هو بيعمل هيك عمدا، وانت وديتوا عليه وفلتوا له المجلس يسرح فيه على كيفه. اخ الله لا يبارك لك يا ابو عطا، الله لا يبارك لك. وايش دحش ابو عطا بالنص؟ ابو عطا ما هو اساس البلا، هو اللي جرني وراه، ولا بالنسبه لي مش مفركه لا رايح ولا جاي. والله ما انا عارف، اذا انت كبير عيله النسناس وبتقول هالخواف، ايش اقول لاولاد العيله الصغار؟ لازم تكون شخص عاقل عشان هي ترضى تاخدك. كيف يعني؟ مش فاهم. يعني لازم تكون عاقل. كيف بدي افسر له اياها هاي؟ عاقل عاقل، مش ضل تتصرف هيك زي الهبايل. طيب ماني عاكل، بعدين بشتريها بدلة عنس وهي بدلتي بتجنن. يا سلامي انا كيف بدي اقول لك تكون عاقل؟ يعني مثل عليها، مثل عليها انك زلمه، غير لي هالبدله هاي، مش طبيعيه ريحتها بتخنق. ايش لحدائك؟ غير تسريحه شعرك، احلق لحيتك، يعني اعمل صوتك، صوتك طلع نبره رجال يعني هيك. لا مرحبا يعني، عشان عرفت كيف يعني بين زلمه زلمه يعني. اضربها؟ لا شو تضربها؟ انت مين فهمك انه ضرب يعني بتكون زلمة؟ الله يخرب بيتهم اللي خربوا عقول هالشباب. يلا يما روح، خنقتني بريحتك، روح من هون. اسمع اوعى تقول لأم فخري انه انا اللي قلت هاي الخطة. يلا ما توكل على الله. يلا شو اقول لأم فخري؟ يا
سلام، والله وخليلك الجو يا ابو ناصر، وما ظل حدا غيرك في الميدان. احسن اشي اسويها الكيت اني اغير الكفل، واذا حدا فيهم طلب المفتاح بعطي المفتاح الغلط، وبهيج بتضل الامور في ايدي. وبظل رافع اسم عيلة ابو فجلة لفوق فوق فوق فوق. انساني من فاطمة وخطبتها، ولك شو اللي عامله بحالك؟ هذا نيولوك جديد عشان تشوف ان انا زلمة وعاكل كمان، وجاي اخطب ايد فينتج عسنة الله ورسوله. ولك لو بتلبس جلد النمر بتظلك سلام الذكر. طبعا ما انت ضبعوك ابو ناصر وابو عطا. يا رجل انا نفسي تكون كبير بحق وحقيق زي ما بتدعي قدام الناس، نفسي الناس تسمع كلامك، بس انت مش كبير. عائلتكم هاي لو فيها حدا كبير بتكونش انت كبيرهم، بس عائلتكم فيهاش زلام. بعدين معك وداد، شو هالخراف هذا؟ والله اذا الناس بيسمعوا خرافك الا يلحقوني صغار كبار بالشيله وبالطبل مثل الهبلان في الحارات، وما حد يسمع لي كلمه ولا حتى يعطيني قيمه. ما انت عارف انه انا بعطيك قيمتك قدام الناس، يعني صحيح بسحب كلمتك جوا بس برجع لك اياها برا، صح؟ انا عندي لك اقتراح. اقتراح؟ يا ساتر. بس ما يبقاش اقتراح، تكسير ولا تحطيم؟ لا لا، ولا تكسير ولا تحطيم. احكي احكي. بدل ما تضل إما على أبو ناصر وأبو عطا، أنا برأيي إنه أنت تفتح مضافة آل النسناس إلك لحالك لبالك، واسرح وامرح فيها على كيف كيفك، وبدكش جميلتهم لا أبو عطا ولا أبو ناصر. ديوان آل النسناس، عرين أبو العبد النسناس، واسرح وامرح لحالي، يسعد البطل اللي حملت. بصراحة عندك لسان زفر، لكن مرات عندك اقتراحات بتهز جبال ورجال. زفر. طيب قبل ما تفتح المضافة بدي اياك بدي احط يافطة كبيرة عرين ابو العبد النسناس، واحط اسهم من اول البلد لاخرها عشان اللي بده يجي يندل. لا مش هذا قصدي. ولا مجتبى يعني؟ لا لا لا، قصدي تفتح الثلاجة الفريزر في لحمة جوا، بتطولها وبتنقعها وبعدين بقول لك شو تطبخ. يلا حبيبي. شو علاقة الفريزر في الديوان؟ بدنا نتغدى ولا شو رأيك؟ اكل ليك؟ مش بوجهك ومش مجاملة، كثير من اقتراحاتك غير ذات جدوى. نعم بقول اقتراحاتك عسل زيك. يلا حبيبي يلا. خاطرك. الله معك. اذا بدك اشي انا هيني بجنب الثلاجة. يلا يلا. لن صبرني عليه اني بحبه. شو بدنا نعمل؟ المعاملة مع الله. قولي البصل. والله اللي بتقول فيه يا توفيق بهد الحيل، والبلد راح تنقسم بلدين. ما هو يا سعيد الحق على ابو عطا الذكر، يعني ضروري يفتح مضافه ويحولها مجلس. تاخذنيش يا ابن عمي، انا شايف عم بناصر بانانيته راح يخرب نص البلد، والنص الثاني راح يخربه ابو عطا بتياسته. عيب عيب عليك يا سعيد تحكي عن عمك بناصر هيك. عمك ابو ناصر بده يرفع البلد لفوق فوق فوق. انا شايف عكس ذلك، راح اخليها لتحت لتحت لتحت، والعيب مش فينا، فيهم همي. ولك هو ابو عطا الذكر احسن منا، احنا دار النسناس وغيرنا لا لا. انساك يا عمي من دار الذكر ودار فجليه، بس دار النسناس عمي إلك علي، إلا نظف لك المضافة وأرتبها وألمعها أخليها توج وج. بس يا عمي بعد إذنك يعني، وبعد يعني أمرك إلي طلب صغير. ولك يا نجم ماني بحس فيك أنت فنان مبدع، عرفت شو اللي بدك إياه؟ مدامك عارف يا عمي إلك علي كل ليلة حفلة صباحية يحييها الفنان الكبير
الفنان الكبير نجم النسناس. وهالكيت بتفط مثل الطلق، بتلم كل شباب آل النسناس، وعلى المضافة بتخلوا لي اياها توج وجهها. يلا حركي، بدي اشوف شغل، امشي. ولو يا عمي بتأمر، اعطيني بوسة، اعطيني بوسة. عراس عراس، بتأمرني بشي ثاني؟ الله معك. يلا سلامات. والله يا وداد طلع عليك مخات بوازن البلد. وهذا اللي جاك عمي ابو ناصر، وحسب ما كان لسعيد بده يصير في البلد 3 مجالس. الله يفتح قبرك يا ابو عطاء انت وبالعبد، الله يفتح قبركم. اقول لك خليهم ينكلوا عني، الناس كلها بتعرف الفرق بين المضافه والمجلس، وكل محل له شغله يا توفيق. طيب وهسه شو بدك تعمل يا زلمي؟ الناس راح تخف رجلها عن المجلس وتصير تروح عندهم على المضافات. يعملوا اللي بدهم اياه. رحم الله من ازاح نفسه بنفسه، ب60 داهي ان شاء الله. معناته الخطه الاولى فشلت، احنا ما قلنا الا انه نعمل خطه ثانيه، رغم اني متاكده انه المشكله مش بالخطه، المشكله فيك يا سلام. طب شو يعني؟ شو نعمل؟ شو تعمل؟ ما انا بقول لك فشلت. في صوت جوا. لا هذا صوت البسه، ما عليك. اسمع، بتروح هلا عند ام فخري وبتعمل حالك زلمه عاقل وفهمان وما بترضى بالغلط، فهمت علي؟ يلا روح. وحياه غنات فاطمه، ما فهمتش ولا اشي. عيدي عيدي. عين عين عين. بديش عيد واطلع من بيتي، وبديش افهمك وريتك ما تجوزت على فاطمه. يلا امشي يلا. راح البركه. شو جاي تعمل هون؟ لا انا جاي اسالك، البيضات بتحبيهم عيون ولا خلط ملط؟ يا ربي على هالقصص. طبعا عيون، ما انت عارف. واستعمل معلقه الخشب مش هاي. يلا تسلم لي هالعيون. شو هالرجال هدول؟ هلكيت الواحد صار يحس بالاستقرار، يعني صار لنا حاضنة على مظبوط. اسمع يا معروف، بدي اياك تخبر كل البلد عشان يعرفوا مين هم دار الذكرها. طب شو اللي بدنا نعمل يعني عم بعطا؟ شو بدنا نعمل؟ راح اخلي ابو ناصر يبرم حواليه حاله زي البلبل ويربي في مجلسهم جاج، لانه راح يشوم بدون فايده. ويربي قطط وفيران اخرى زي ما بدي ربي هالواحد. قديش شلفت الكرمه ابو الفوز؟ بدي اروح اعلكها. اعلكها ان شاء الله بيعلكوك بملحمه. تفضل يا ابو الفوز، تفضل. تفضل تفضل بالبعبك. حلوه وكبيره ومرتبه. قصدك عليهم؟ بس يشوفوها فوق غير ينجلطوا اثنين. ابصر قديش دفعتها. مش بطال مش بطال. بس كيف يا عمي؟ عشان تعرف شو هو نجم. فلتح يا نجم فلتح، لكن في غلطة. هذه اليافطة لازم تبكى في بوابة المضافة، مش هال عشان الرايح والجاي يشوف مكان دار النسناس. طيب يا عمي بحطها بعدين، انت ركز هسه على الموجود. شوف. حلو حلو حلو، يعطيك العافية. اصحى اكتب كناس يجيب راديو للمضافة. وليش الراديو يا عمي؟ انت ايش تجرح مشاعري؟ يعني برضيك النجم ينجرح مشاعره؟ يا نجم انت غشيم. يا عمي الراديو عشان الاخبار، عشان البرامج، مش عشان غناني. ايوه احنا فينا غنى عن الحانك الخالدي وصوتك الحلو. فكرت. لا تفكرش، هالكيت بتفر لي شفر اللوز حاره حاره، وبتبلغ الناس كلها بافتتاح مضافه ال النسناس. شو بتسوي؟ قم. اي والله سايس بيكو بعظمتها، ما كسمت البلد مثل ما كسمها عم ابو ناصر وابو العبد وابو عطا. يا سعيد يا سعيد يا ابن عمي، الله يرضى عليك. صف النية ونام في البرية. انا يا زلمة بدي افهم شو اللي مضايقك بكل هالقصة؟ اللي مضايقني انها خربت البلد يا توفيق.
وتقسمت ثلاث اثلاث. شايف قهوتك هاي؟ بكرة والله لا تتقسم برضو ثلاث اثلاث. وحد الله وحد الله يا سعيد، انا ليش قهوتي اللي تتقسم؟ مش بس قهوتك، دكانة ابو الفوز وصالون فريد برضو راح يتقسموا. وكل سعيد ابن فجلي ما كان. معقول؟ لا مش معقول، لا معقول. بتشب زمانة ولا؟ ولا بتشب زمانة؟ بتشب آي بتشب زمانة ولا؟ النظافة من النظافة من الإيمان يا حيوان. ولك سلامة؟ فوق هبلك كمان خباثي؟ ليش مالك خاتم فخري؟ ولك أنا شفتك بعيني بترمي الزبالة باب الدار وبتضرب بالولد كمان؟ ولك آي من له مسخرة. ولك وبعدين بعد كل هالتعب اللي تعبناه ومش شايف حدا جاي. طول بالك يا ابو عطا، هي الشغله بتيجي بين يوم وليله. سع الناس بتعرفش انه في مضافه فتحت، كل شيء بياخذ وقته. اسمع يا معروف، بتزم لي حالك وبتروح على باب المجلس، واي واحد بتشوفه معاه ورقه ولا معامله ولا اي شيء بتجيب لي اياه جاي. انا بقول يا عم ابو عطا خلينا نعمل غدا مرتب، لانه الناس ما بتيجي على الفاضي، الناس ما بتيجي على شيء ناشف. ومين قال لك اني مش عامل حسابها هاي؟ انت بس خليك باب المجلس. والله يا ابو ناصر الا خليك تحكي مع حالك، الا هالمجلس اخليه هو كلت واحد. وانا راح اعمل لك دعاية في الدتشاني، كل واحد بده يجي يشتري شغلة بده كله بدك ورقة ختم معاملة. عمك ابو عطا طويتي قاعد في المضافة طيران. نيح انت بتعرف قيمتك يا فريد عندي، عشان هيك انا وديت وراك، لانك انت شخصيه مهمه من النسانيس وبدي اقتراحات. شو نسوي في النظافه هسه؟ بدك تسمع. اولا عشان الناس تحب نظافه آل النسناس وتيجي عليها، بدل التلفزيون بدنا نجيب شاشه حلوه كبيره. ثانيا بدنا نجيب كمبيوتر وندخل عليه خط انترنت. ثالثا بدنا نعمل غدوة او عشوة دسمة عشان الناس تحب مضافة آل النسناس. والله هذه فاتتني يا فريد، لكن انا اللي ماشي المخي في المرحلة التاريخية الحالية، كيف بدي اعلم دار الذكر ودار ابو فجل درس لن ينسوه، وانه دار النسناس ما حد بسمكم باي خطوة. ما هو عشان تعلمهم درس لازم تعمل اللي قلت لك عليه ومن هاللحظة. طيب كل هذه الخطوات ومشينا فيها، الخطوة الأهم كيف بدنا نحيي هذا اليوم التاريخي، هذا المهرجان اللي راح كل العالم يجوا على هذا المهرجان. أنا بقول ما بدنا نجيب مطربين من برا، لا شادية بلا مؤاخذة ولا وديع الصافي الله يرحمه، ولا في نجم عندنا نجم. ها نجم ويغني؟ بقص ايدي اذا ما طفش كل الناس الموجودين من اول ما يكون يا ليل نجمك. هاي كل غرضانك اللي طلبتها، بس اسمع هذا السردين اسحته وتركيتها خليه للعشاء. بتروح على الغداء على المضافة عند عمك ابو العطا، عامل لك طبخة اشي فاخر على الاخر. الله يبشرك بالخير يا عم ابو الفوز، يعني اليوم بدنا نوجه المناسك؟ انت ورا غير الطبايخ اصلا؟ بس هيك انت حيرتني، اروح عند ابو العبد ولا اروح عند ابو عطف الاول؟ تروح روحك سخنه، انت بتعتك حدا في البلد وين في طبايخ بتروح؟ روح! بروح على الاثنين، كرمال خاطرك، خاطرك. الله معك، يدعنك في هالشكل زي حلة المحشي. ولك سيدي؟ ايوه. هسه احنا نروح نتغدى عند ابو عطا ولا عند ابو العبد؟ لا يا فهمي، احنا اولاد حكومه ولازم نضل على الحياد، عشان هيك بنروح بنتغدى عند ابو عطا.
وبنتعشى عند ابو العبد. عيب الجماعه عزمونا. طب وابو ناصر شو بدنا نسوي معه؟ ابو ناصر قاعد بالمجلس، شو نروح نعمل عنده هسه؟ بعدين انا القصه كلها متجايعه مزاجي، بس عيب الجماعه عزمونا. بدك الصراحه، وقلت لك اياها من قبل، اي من ما جينا على هالبلد وانا مش متفائل. طب روح يا متفائل، روح جيب اشي ناكله، انا مية جوع. يا زلمه انت هسه قلت لي بدنا نروح نتغدى عند ابو عطا، شكلك نسيت. والله راحت عن بالي. طيب يلا بنصبر كمان ساعه مش مشكله. شو وين رايح يا نعيم؟ بتروح على المجلس اختي هالورقة؟ هي انت ما دريتش؟ ما المجلس سجلوه، المجاري فاضت على الغرب. طيب والناس اللي زي حالاتي فين لها مصالح؟ وين تروح؟ شوف فتحنا مضاف دار الذكر، تيجي عند عمي ابو عطا اليوم علشان نغديك. ما ناسف ما ناسف يا نعيم. صدق يا معروف انك انت احسن واحد في البلد. من هالكيت بدي اروح اربط باب المضافة مشان نتعشى مناسف. يلا امشي يلا. ولك يحرم علي اليوم اذا حدثت المجلس. تقول الناس عندها منع تجول. لا يا عمي ابو ناصر، القصة مش قصة منع تجول، القصة انه ابو العبد وابو عطا كل واحد فيهم فتح مضافة وكل الناس مجتمع عندهم. ايوة، مشان هيك القهوة عندك فاضي اليوم. طبعا ليش بدهم يجوا على القهوة طالما هناك في المضافة موفر لهم كل شيء. طب شو بدك تعمل هسه؟ شو بدي اعمل؟ خليهم يشبعوا المضافة يا توفيق تشوف شو بدهم يستفيدوا. انا راح اضلني بالمجلس، الدنيا تغيرت والناس كلهم مرجوهم للمجلس. انت حلو يا سلامي، اسحب اخرى اسحب، خليك تحلى ونجوزك فاطمة. شو هذا اللي جايب لنا يا عم ابو عطا؟ جايب لنا بكلاوة؟ احنا بدنا منازل منازل. بعدين معي هون علي الحلال أول مرة وآخر مرة بطلع معي، بدي أصير أجي لحالي إن شاء الله. بنسرك مسدسك وبتتحاكم محاكمة عسكرية يا رب. أهلا وسهلا بالشباب. ميجنا ويا ميجنا ويا ميجنا، أهلا وسهلا، شرف ونح بابنا. يسلم ذمك. أهلا وسهلا في الجميع. أهلا وسهلا، شرفتونا كبار وصغار شباب. أهلا وسهلا في مضافة آل النسناس اللي أثبتت للدنيا كلها إنه دار النسناس ما حد بيسبقهم بخطوة أبدا أبدا. اعتبروا إنه هذه المضافة بيت شو ثاني، هي مقرنا لكل الأعمال الخيرية والثقافية والاجتماعية والفنية، كل شيء. من هنا راح يبقى هذا الديوان منطلق للمجلس المحلي لشفر اللوز. النقطة الثالثة، من هنا من هان، وأرجو تسمعوني مليح مليح، راح تنطلق تقولوا يعني هيئة أركان التحركات في كل البلد. انتوا عارفين في مؤامرات أنا وين، وفي ناس بتحبك وفي ناس طبخك. اقعد زي الناس. في ناس بتحبك وفي ناس بتبغضك، صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح. فعشان هيك لازم نبقى مستعدين للطوارئ، لكل شيء، للليالي السوداء ولليالي البيضاء، ونثبت للعالم كله احنا عكدها يا دار النسناس. الله. شو وين الضابط؟ والله يا عم ابو العبد انا بعتذر رسمي، طلبته القياده واضطر انه يغادر. الغايب حجته معاه. يا عم ابو العبد، هاي كل الناس حضرت واجتمعت، وقت ايش بدنا نوصل المناسف؟ يلا وقت ايش؟ وين السفك نسف بلجي؟ بس يجوا البكيه بس يجوا البكيه. عم ابو العبد
انت عارفه للزلمه هذا؟ لا والله ما حصل لي الشرف. هاب بقولوا له ابو نظمه بتشون مسعود الحذر خاله. هلا ابو نظمي، هلا بلحي الغانمي، تشرفنا فيك. عارف مظافتنا شو ناقصها؟ شو ناقصها؟ اطلع شوف. والله ماني عارف شو ناقصها. والله ما نعرف. بدك الصراحة يا عمي؟ يا بدي الصراحة. المشكلة مش في الناس ولا بظروفها، المشكلة فيك انت وابو عطا وابو العبد. ولك توفيق، شكل المضافات هي اللي بتعمل الواحد كيمة، والمجلس هو كلته واحد. من الصبح بنرتب مضافتنا وندعي اهل عيلتنا عليها كليتهم، او الا زي ما سوى ابو العبد وابو عطا، هم احسن منا. اي ما هم مش احسن منا يا توفيق، ولا شو؟ حلو حلو عمو ابو ناصر. مزبوط بحكي عمك ابو ناصر، بس يا عمي ابو ناصر هاي المضافه بدها مصاريف، بدها عمال، مين بده يحاسبني؟ ولك وبعدين ما ولك وين وطنيتك؟ وانتمائك لدار ابو فجله يا بشت؟ دار ابو فجله راح تظلها عيلتهم فوق فوق فوق، فاهم؟ توفيق نزل ركبتك لتحت، لان ابو شرب تنطبش، واذا وطنيتك وانتمائك لدار ابو فجله بفيدك راجعني. والله بكره الا تبيع قهوتك كلها. سلام. مدام ابو ناصر بده يفتح بضافة دار ابو فجله، معناها راح يبطل يروح على المجلس. ولكم هذا ابو ناصر بغار من الاستسنانه وبنكهر من اي ايش بنعمله. يعني افهم من الحج عم ابو عطا بدك تسجل مضافي وتنزل على المجلس؟ سجر منافسك على هالخراف الفاضي. ولك يا طبل، احنا ما صدقنا نفتح المضافي، نهيئها ونظبطها والناس تيجي عند عمي ابو عطا. ست بدك تسجرها؟ خلي لهم المجلس يلعبوا في الفطبول. اما ابو عطا هان المضافي اهيئ لك واكبر لكيمتك. انت ابو عطا تويت عسن رمح. سلم فمك يا ابو الفوز. يا فسح زمانك، هسا بصير ثلاث مضافات في البلد والناس بخرب شو وين بدهم يجوا. علشان هيك بدي اياك تعلق لك اكم من لوحه، خلي الناس تندل على المضافه. مزبوط. يعني بتحط كارمات عليهن اسهم، هنا مضافه الدكريه، لحد ما يصل المواطن لعند عمك ابو عطا تويته ويطق ويختم ويدفع. عبكري. ما يفتح، الله افتح قبره. اقول لك يفتحوا وان شاء الله بنهد فوق راس وراس تشل ضربه في رجلي. طيب يا عمي شو رايك انت ترجع تفتح المجلس بما انه ابو ناصر دشره؟ يا سلام على اقتراحاتك. ولك انت بتفهميش؟ ولك حدا صحيح له يقعد في مضافته وبروح على هالمجلس مقلعط عشان يتصابح ويتماسك في الذكريه وفي ابو فجليه؟ هلكيت دشرني من الموضوع. حضرت لنا غنوية مناسبة للمناسبة الكومية الكبيرة. اسمع يا عمي، هاي الأغنية بدي أغني لك إياها، بس بدك تشجعني مش تفنسني زي كل مرة. اسمع اسمع. روح 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 عني، سرقت كل المجلس مني. روح 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 عني، أبو ناصر يا مجنني. روح 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 عني، أبو عطا يا مجنني. روح 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 عني، سرقت كل المجلس مني. أبو ناصر وأبو عطا يا جوم الزناديك. روح 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 عني، سرقت كل المجلس مني. يا سلام يا سلام، بعد مضافة دار ابو فجلة ما في مضافة طول عمرنا. فوق فوق فوق. لا وشو، هسا ابو العبد وابو عطا راح ينجنوا، راح تفكع معهم، وخصوصا لما يعرفوا انه دار ابو فجلة بقيادة تشبير البلد حاميها وراعيها فتحنا المضافة. بس ما قلت ليش والمجلس؟ بلا مجلس بلا بطيخ. هذا هو مجلسنا ومركز قيادتنا المضافة، راح نخطط لكل اشي ونسويه هان. طيب والمجلس؟ تضلش تقول لي مجلس مجلس يا توفيق. بتنزل هالكيت بتحط لي شوية اشارات واسهم على الشوارع عشان الناس تعرف الطريق الى مضافة دار ابو فجلة
فاهم؟ بلاش تخربش وروحه على مضاف دار النسناس أو دار الذكر، افهمت؟ ولا يهمك عم أبو ناصر والمجلس. طول عمرها بوصلتنا محروفة وطريقنا تايهة. لا وشو البوصلة اليوم مش سهم واحد، صار لها ثلاث أسهم. والله ماني عارف إمتى رح نطلع من هالمتاهة ونمشي الطريق الصحيح.